أكد مصدر مطلع في مدينة جدابية تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة في حي 7 أكتوبر بين قوات الجيش بمساندة شباب المنطقة ومقاتلي مجلس شورى ثوار جدابية. وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الليبية أن المدينة شهدت فجر اليوم الأحد اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الجيش والقوات المساندة له وبين مقاتلي مجلس شورى ثوار جدابية المتحصنين داخل المدينة. وذكر المصدر أن الاشتباكات لا تزال مستمرة لافتا لأن المدينة تشهد نزوح العشرات من العائلات. وبالتوازي مع اشتباكات حي 7 أكتوبر شهد شارع الفرجان بوسط المدينة اشتباكات بين قوات الجيش الليبي والقوات المساندة له ضد المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم داعش. وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات مستمرة منذ الساعة 10 ليلا من مساء أمس وحتى هذا اليوم الأحد. للجديد والمزيد من الأخبار زورونا على الوسط.ly.